روح. واليوم معانا سيارة سباق دريفت، سيارة شحن كهرباء للأطفال. هذه حقة الدريفت اللي فحطهم فيها البزورة، ما شاء الله تبارك الله. السيارة حجمها كبير وبطارية كبيرة 12 فولت واثنين موتور، وكفرت زي حقة السيارات السباق الفورمولا، وكفرت في الخلف كبيرة، والكرسي كبير مع حزام أمان بشكل الدريفتر الرياضي. وهذه الدحسة حقة البنزين، هنا يدعس ويروح. هنا زر التشغيل شغل يا حمام، هذا زر التشغيل كده شغاله، كده شغاله. وزي ما قلنا هنا الكرسي كبير يعني يتحمل حتى اطفال كبار. وهذه حزام الامان، طبعا هنجربها لكم الحين وتشوفوها. وهذا مكان الشاحن، طبعا سرعتين. وين السرعه؟ ايوه هنا سرعه بطيئه وسرعه سريعه، والثاني هذا ايش؟ قدام ورا. الزر هذا قدام ورا، والثاني سرعتين، تختار السرعه إذا كانت سريعة أو بطيئة. كده على سريعة وتجرب. نجربها بسم الله. سيارة سباق دريفت للأطفال.